في شأن الجزائري، قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن السلطات الجزائرية طردت منذ بداية شتنبر الماضي آلاف المهاجرين وطالبي اللجوء المنحدرين من إفريقيا جنوب الصحراء إلى النيجر. وحسب المنظمة الدولية فالسلطات الجزائرية طردت أكثر من 3400 مهاجر من 20 جنسية على الأقل، منهم 430 طفلا و240 امرأة. وأكدت المنظمة الدولية أن السلطات الجزائرية قامت بتفريق المهاجرين المطرودين عن أطفالهم. وحسب المنظمة فقد فاق عدد الأشخاص المطرودين إلى النيجر من الجزائر أكثر من 16,000 مهاجر. للتعليق حول طرد الجزائر لآلاف المهاجرين الأفارقة إلى النيجر، نتابع توضيحات صبري الحول خبير في شؤون الهجرة والقانون الدولي من مكناس، متحدثا للزملاء في إذاعة ميديا. الوقت الذي تتساهل فيه الدولة والسلطات الجزائرية مع مواطنيها فيما يشبه بالفرار والهروب الجماعي من الجزائر في اتجاه إسبانيا، فإننا نلاحظ أنها تتشدد مع المهاجرين القادمين من دول جنوب الصحراء، بحيث أنها تعمد إلى إرجاعهم فورا ودون المرور عبر سلطة ومراقبة القضائية، وهو ما يتناقض مع التزام الدولي سواء المتعلق بحقوق وحريات المهاجرين أو حتى فيما يتعلق باتفاقيات اللجوء، بحيث أن من بين هؤلاء المهاجرين من يحتاج فعلا وحقيقة إلى الحماية، وأنه هرب من وطنه اضطهادا وسعيا من أجل توفير الحماية. وهذه السياسة وهذه الخطة التي تتبعها الجزائر إنما تتناقض التزامها الدولي، تتناقض مع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وبحقوق المهاجرين خاصة. الترحيل يجب أن يتم عبر مراقبة قضائية للنظر في كل حالة على حدة، وليس الإرجاع الجماعي وفق ما تقوم به الدولة الجزائرية.